سيادة اللواء، أولويات المجلس الجديد، يعني أنت عارف حضرتك المجالس إدارات أولويات النادي طبعا أول أولوية اللي هي التعاقد مع اللعيبة الكبار اللي هم متعاقدين مع النادي. طبعا أنت عارف أي أهم لعبة شعبية في للمواطنين هي لعبة كرة القدم، أي يعني برغم إن أهمية اللعبة الأخرى كرة اليد أو كرة الفولي أو السلة أو الألعاب الأخرى الجماعية، أي إنما دايما في كل العالم لعبة كرة القدم بتعتبر هي اللعبة الأساسية الشعبية. وعشان كده طلب أعضاء نادي الزمالك إنه يعني سيادة المستشار مرتضى منصور يبذل أقصى مجهود ومجلس الإدارة بالكامل في إنهاء التعاقد مع اللعيبة الكبار الثلاثة، أي وقالهم حتى بالاسم بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل، أي بحيث إن الثلاث دولت يعتبروا أساس الفريق الزمالك.